اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا بسيط وسهل، ولكن الفكر هنا ان احنا ازاي نعمل باقل تكلفه اطباق سهله وبسيطه ومتنوعه ولها شكل مختلف عشان ترضي كل افراد الاسره. معانا النهارده الشعريه هنعملها بالجزر مع المكسرات، ممكن فول سوداني ممكن زبيب، ولكن الشعريه هنا بالتاكيد هيكون طعمها مختلف. معانا النهارده اللحمه المفرومه والبطاطس، كلنا عارفين صينيه البطاطس باللحمه، ولكن بنفس المكونات هنعمل حاجه اسمها من المطبخ الطلياني البطاطا الجراتان باللحمه المفرومه، يعني البطاطس الجراتان باللحمه المفرومه بتاخد بشاميل وبتاخد فليفر وطعم لطيف جميل جدا. المفاجاه بقى النهارده معانا الكريز. الكريز ده ممكن يكون سعره غالي شويه، هنعمله النهارده ايس كريم بالبسكويت، هيعجب حضراتكم ان شاء الله، وافكار كتيره جدا لعمل الايس كريم بالكريز هنشوفها مع بعض، ولكن الكريز للامانه معانا في الديب فريزر بيتجمد، عشان فكره الايس كريم لازم تكون الفواكه مجمده مبرده بنضيفها على الكريم شانتيه، دي الف باء عمل ايس كريم بالفواكه. هستاذن حضراتكم خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل مفاجاه الكريز الجميل الحلو هنعمله ايس كريم في البيت طبعا بطريقه سهله وبسيطه. معنا لحمة مفرومة هنعمل البطاطا جراتان، وكمان الجزر هنزاي يتعامل مع الشعرية طبق لطيف أو طاجن، هنشوف الكلام ده مع بعض إن شاء الله. ودايما الشيف المغازي نقول تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد، اوعى تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، واعتقد ان احنا استعرضنا مع بعض الماتيريال بتاعنا وده اللي موجود في البيت، يعني انا مش جايب حاجه غريبه، اللحمه المفرومه موجوده، واعتقد ان احنا ممكن يكون عندنا لحمه مفرومه في الثلاجه في الديب فريزر من ايام عيد الاضحى، بطاطس سلقناها بالقشره بتاعتها، ومدرسه المغازي بنقول لما نسلق البطاطس بالقشره بتاعتها يعني بنحافظ على النشويات والكربوهيدرات وشويه الجزر. تعالوا نعمل النهارده طبق او نعمل كسروله او طاجن، نعمل ازاي البطاطا الجراتان باللحمه المفرومه، حاجه جميله هتعجب الصغيرين والكبار. ميزه الاكله دي سريعه الهضم سريعه المضغ، بيتناسب الاطفال وكبار السن. معانا لحمه مفرومه ضاني او كندوز لاختيار ليكي، جزر متقطع مكعبات صغيره، وبصل وتوم وبطاطس اتسلقت بالقشره بتاعتها ثم قشرناها وهتتهرس معانا، ونشوف ازاي نهرسها بطريقه حلوه تاخد الزبده والحليب. اما طبعا البهارات بتاعتك ملح وفلفل وشويه زعتر. المقادير بسيطه لا تتعدى اصابع اليد العشره، تسلم ايدك يا امي. معانا لحمه مفرومه، معانا بطاطس مسلوقه جاهزه، وجزر متقطع مكعبات، البصل والثوم وشويه البهارات اللي من ايدك الحلوه، ما ننساش معلقتين وايت صوص من البشاميل عباره عن دقيق وزبده وحليب. اعتقد كل دي المقادير مع بعض، تعالوا نشوف نعملها ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه بنمسك اللحمه نعصجها، لان لازم نخدم عليها كويس، لان البطاطا لوحدها مش هتديني الطعم اللي انا عايزه، لازم تكون اللحمه المفرومه هنا متعصجه وواخده طعم. وازاي اعصق شويه لحمه بالزعتر بالبصله بالتومه، اكيد دي مدرسه. اول حاجه بحط معلقتين زيت زيتون واحط عليهم شويه الزعتر. الله، ليه حطيت الزعتر قبل البصله يا ابو غازي؟ هو ده الكلام، علشان يبقى فيه فليفر الزعتر في الجراتان. خلاص زي الفل، ونقلب البصله كده. شفت المدرسه دي كده، هو ده. طب ليه ما حطيتش البصل ثم الزعتر؟ هيتوه هنا، هيشرب ميه البصل، مش هياخد الاحمرار والفليفر. التوابل لما بتاخد الصدمه في الزيت او الزبده بناخد الطعم بتاعها. هنسيب البصل يتحمر كده، ونحط مكعب من الزبده. انا يمكن بتكلم عن حاجات صغيره، تركايه صغيره في الموضوع، ولكن صدقيني بتفرق معاكي وانت بتعملي الاكل. التكنيك البسيط ده بيعلي من الاكله. هناخد التومه الحلوه، حلو كده، معايا البصل والثوم والزعتر كلهم بيتعرفوا على بعض، بوجود الزبده بينهم بتساعد على الاحمرار والتحمير. نقلب كده زي الفل.
انا بشوف بقى يعني فيديوهات للامانه البعض بيعصج اللحمه، بيحط البصل ني مع اللحمه ويبدا ان هو يساويها مع بعضيها. دي مدرسه غلط ثم غلط ثم غلط. ممكن انت بتقبليها عادي، بس انا اقول لك المدرسه الطهويه بتقول ايه هنا. بمجرد ما تحط البصل ني مع اللحمه وانت بتسليهم، البصل هنا مش هيتحمر ويديك الفليفر بتاعه، هتشم في ريحه اللحمه ريحه البصل. انا مش عايز الجو ده. دليل على كده لما جيت اعمل اللحمه حواوشي، حمر البصلايه مع التومه شويه وبعدين ادخلها على اللحمه المفرومه، عشان اللحمه لما تتحط جوه لقمه العيش او جوه الرغيف ما يبقاش فيها ريحه البصل اللي هي الغير مقبوله. هخلي بالك الموضوع ده مهم، حتى لو كان البصل بعد كده بتصير ريحته في المعده من جوه منه الكولون. فانا بديكي بخش في صميم الموضوع، خلي بالك ده مهم جدا. البصلايه اتحمرت مع التومه مع الزعتر بالزبده، بننزل باللحمه المفرومه بتاعتنا بمجرد ما نشم ريحه التحمير بتاع البصل والتوم. اه حلو قوي. كميه اللحمه اختياري حسب عدد افراد الاسره، احنا خمسه احنا سته، انت عارفه طبعا الكميه المعتاده عشان ما نبقاش احنا مقيدين بكميات معتاده. بيقولوا لي على السوشيال ميديا يا شيف مغازي ما بتكتبش ليه في المقادير نص كيلو لحمه مفرومه بصلتين؟ طب انا قلت لك نص كيلو لحمه مفرومه وبصلتين، رحت انت جبت بصلتين البصلايه تعمل نص كيلو، ده اللي موجود عندك، هل ده صح؟ فانت بقى طبعا بشوقك تشوف البرنامج، بشوقك تشوف المدرسه اللي انا شغال بيها، اللي كميه البصل قد ايه اللي بحطهم، يعني تقريبا معلقتين بصل بعد الفرم او بعد التقطيع مع اللحمه المفرومه بتاعتنا، التوم بحط قدام حضراتكم معلقه. فانا دي المدرسه بتاعتي، ومدرسه سهله وبسيطه، والمغازي ايزي، يعني بساطه سهوله مرونه. اه اللحمه المفرومه بتتعسك، الزعتر هنا هو الغالب على الطعم، بننزل بالبهارات بتاعتنا الفلفل، اللحمه المفرومه بتحب الفلفل المجروش او الفلفل الاسود كتير. الاكله دي خاليه من الكزبره والكمون، توابلها ملح فلفل زعتر، ممكن نحط شويه كركم شويه بابريكا. اما المطبخ الطلياني ما يحبش لا الكزبره ولا الكمون، والاكله دي بيرجع تاريخها او جنسيتها او طعمها للمطبخ الطلياني، ده مهم جدا. اه سؤال وجيه في وقته بيسالوني ده سؤال كنترولي حلو، هل ينفع ان انا استخدم بدل اللحمه المفرومه دجاج مفروم؟ ينفع. هل ينفع استخدم بدل الدجاج واللحمه سي فود؟ ينفع، زي ما انت عايز، هي الفكره واحده، ولكن طبعا التوابل هنا بتختلف. اه شفت اللحمه اتعصجت ازاي؟ بقت خرزه. الله، اهم حاجه احنا نركز على تسويه اللحمه او نهتم بيها او نخدم عليها كويس عشان هي دي البطل في الموضوع. اه خدي بقى الحته اللي جايه دي هتعجبك قوي على فكره. دايما لما بنعمل صينيه رواق او فطاير باللحمه المفرومه ايه اللي بيحصل يا شيخ؟ بتلاقي اللحمه فارطه جوه الحشوه. طب اطلع من الجو ده ازاي يا مغازي؟ خدي التركايه دي بقى وادعي لي بالله عليكي دعوه حلوه. ادي معلقه دي صغيره كده بطرف المعلقه، اهي 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 مخرجنا ابداع هو ده، واسيبها في قلب الخلطه كده هو ده. دي دورها ايه يا عم الشيف؟ بتلم الشمل، بتعمل تماسك. اه اه تعملي مكرونه بالبشاميل ما تحرمهاش، شفت ازاي؟ وادوبها كده في الجوس بتاع اللحمه. اه طبعا ده يرجع تاريخ العمل ده والابداع ده لسنين الخبره الطهويه. اه شفت بس خلاص بقت اللحمه عندنا هنا، خدت طعم خدت قوام، شفت ازاي؟ هو ده. تيجي بقى لما تيجي الصينيه دي تقطعيها مربعات كده وتغرفي، تلاقي اللحمه في مكانها ثابت زي الفل يا عم الشيف، اللحمه اتظبطت طعم. والله جاي على بالي احط شويه بابريكا تاخد طعم، جاي على بالي احط شويه كركم عادي مفيش مشكله، اهو ده بيعلي الطعم وده اختياري، ولكن اساسي ملح وفلفل وزعتر. كده اللحمه جاهزه عندي، دي خطوه. نيجي للخطوه اللي بعد كده، نشيل اللحمه من النار بقى. اهو ما تسيبهاش على النار كتير عشان عايزها بالجوس بتاعها او بالطعم بتاعها. نقف محطه هنا
صغيره كده، احنا ما وريناش حاجه، محطه ابداعيه. بتعملي لازانيا بنفس اللحمه دي، بتعملي مكرونه بالبشاميل بنفس اللحمه دي، بتعملي مكرونه بالبولونيز صوص، يعني مكرونه سباكيتي تسلقيها وتحطي ده صوص بولونيز، هتضيفي له بس صوص طماطم مع معلقه سكر. حلو الكلام؟ زمان انا شغال كده معاكم. بتعملي حشوات لفطاير بنفس اللحمه دي، كوسه بالبشاميل بنفس اللحمه دي، هنخليها على جنب. حلو قوي. عندنا البطاطس بتاعتنا الحلوه، نهرسها سريعا مع بعض. بطاطس اتسلقت بالقشره، باخدها زي ما هي كده وهرسها. شوف فيها الرسه عندنا كده ولا مفيش؟ يا رب يكون في. بسم الله، اختياري والله، لو مفيش يبقى افضل عادي، نهرسها بايدينا بالشوكه هي زي الفل. تعالي يا حلوه، انا عايزك زي كده. شفتي؟ شوكه تسلقها جامد، بس اهم حاجه وانت بتسلقي البطاطس تسلقيها ايه؟ بالقشره بتاعتها، علشان تتخلصي، قصدي تحافظي على الكربوهيدرات والنشويات اللي موجوده فيها. بالشكل ده كده. حلو؟ وتختاري البطاطس الصغيره. يا نعم يا فندم، انا معاك. نطلع فاصل زي ما انتوا حابين، انا معاكم، انا بسمع الكلام والله، انا شطور وبسمع الكلام. هستاذن حضراتكم، نطلع فاصل صغير ونرجع لتفاصيل عمل البطاطس الجراتان باللحمه المفرومه مع حضراتكم بطريقه سهله وبسيطه هتعجبك، ولكن الاكله دي بهديها لكبار السن وكمان للاطفال الحلوين. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما لما بعمل طبق مختلف او مطبخ طلياني او مطبخ غربي، الشيف المغازي المعتاد منه تركايه بتودينا لمكان تاني. انا عايز اعمل بوريه من البطاطس وبعمل طبق مختلف، في بطاطس وفي لحمه مفرومه وفي وايت صوص، ايه المدرسه هنا بقى؟ معايا بعمل شويه بشاميل، البشاميل ده عباره عن حليب ودقيق وزبده. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي بطريقه مختلفه. الحليب على النار بيغلي، مش هنحمر بقى كالعاده الدقيق في الزبده ولا اي حاجه. هناخد مكعبين من الزبده بنحطهم مع الحليب بالشكل ده كده، ونظبط البشاميل ده كده بشويه ملح، ده على الحليب والزبده وشويه فلفل. في كسرولة تانية بنجيب دقيق مع شوية حليب وندوبهم. حلو، ونقلب الدقيق ده مع الحليب بالشكل ده كده، دابي الحليب مع الدقيق. حلو الكلام. نبص على الزبدة هنا، شوف المدرسة دي بقى بتقول لي الله الله على الريحه الحلوه. ملح فلفل زبده حليب على النار ونقلب كده زي الفل. ننزل بدول بقى عند قوام غليظ شويه، لا هو بشاميل ولا هو وايت صوص. حلو الكلام. عندنا البطاطس بتاعتنا الجميله، الله هي دي بقى فكره عمل البطاطس الجراتان او البطاطا الجراتان باللحمه المفرومه. هننزل بده كده، الله اهو، حلو قوي. وندوب البطاطس دي يا عم الشيف مع الحليب والوايت صوص اللي انا عملته. حلو قوي. طيب، في بعض المطابخ الغربيه بيستغنوا عن البطاطس دي، وفي بودر بطاطس زي الحليب البودر كده، دي سعرها غالي شويه، ولكن دايما في المطبخ الغربي بيستخدموها. إذا هي موجودة أهلا وسهلا، مش موجودة تعملي زي ما أنا عملت كده ونقلب الله عليك. شفت بقى المدرسة؟ هنا في موسوعة غذائية، هنا في كل العناصر الغذائية. إذا كان الحليب بروتين حيواني، إذا كان البطاطس كربوهيدرات ونشويات، إذا كان الزبدة اللي أنا حطيتها برضه مدرسة البروتين. ونقلب كده. التوابل عندي هنا ملح وفلفل، هنقلبهم مع بعض كده زي ما أنا شغال لغايه لما تديني القوام
خدتوا بالكم من الاول انا عملت ايه؟ نركز كده عشان التركايه دي مهمه جدا. حليب على النار بيغلي، حطيت عليه شويه زبده وشويه ملح، بقى عندي حليب بزبده وملح. في طبق تاني علشان الدقيق اللي انا لو حطيته على الحليب وهو بيغلي هيبرغل معايا ويكلكع مني، فخدت نص كوبايه حليب دوبتهم معاهم معلقتين من الدقيق، دابوا كويس قطهم على الحليب اللي بيغلي. البطاطس عندي هرستها المسلوقه بالقشره بتاعتها نزلتها اهو، شوف القوام هيطلع معايا ازاي اهو زي الفل اهو. دي من غير جبنه، ولكن انت حابه الجبنه البارميجان او الجبنه البارميزان اللي هي الجبنه الرومي المبشوره، يعني دي يعني بديل ليها، ممكن تحط شويه حسب الرغبه، ولكن انا بحبها من غير جبنه. انا هحط عليها بيضه بس بعد البطاطس دي ما تبرد شويه. شايفه القوام ده كده اهو. الطبقه دي فيها خبره طهويه كتيره قوي، خلي بالك اهو، من اول تعصيج اللحمه وتاني حاجه عمل البشاميل بتاعي او عمل البطاطس بتاعتي اهو زي الفل. هنجيب الكاسروله اللي احنا ندخلها الفرن واحنا مع بعض اهو. تعالي يا حلوه، الكاسروله دي اللي هتقدمها للضيوف، فخلي بالك تكون هي اللي هتقدمها للضيوف معاك بالشكل ده كده. حلو قوي. معانا بيض، ناخد بطين في المقادير ونجيب البشاميل بتاعنا كده جنبينا. شفت الحلاوه دي كده اهو. بنكسر بيضه، الله، نكسر التانيه، الله، ونقلب دول مع بعض زي ما انا شغال كده اه. دي مرحله، ناخد القوام ده يا عم الشيف. حلو قوي، تسلم ايدك يا راجل يا محترم. حلو، اللحمه المفرومه بتاعتنا، عندنا البشاميل بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، نبدا نوزعه بالراحه كده بقى. الله على الاكله دي لما تخش الفرن تستوي دلوقتي. وجود بطين في قلب الصلصه البيضه دي فرقت، تاكل منها الف هنا وشفا. وجود الدقيق مع الحليب والزبده والبشاميل مع البطاطس اكيد في قوام، الف هنا وشفا. ندخلها الفرن، وتاني بقول اضافه الجبنه هنا اختياري، بس انا لو حطيت جبنه طعم البوريه مع اللحمه هيهرب مني، هستطعم الجبنه بس، فانا بحبها من غير جبنه، عايز استطعم التفاصيل، ولكن الجبنه هتغطي شويه على الطعم. خدت زي ما هي كده، ناعمين لا ملهاش دعوه بالدايت خالص، لا بيقولوا لي الاكله دي تنفع للدايت خالص، ما تنفعش. لا انا دايت يعني بلاش زبده بلاش بيض، ممكن نستخدم بياض البيض بس، يعني احنا ممكن نحولها يعني بالمكونات دي وبالتركيبه دي هي بعيده عن الدايت، ولكن احنا اتفقنا مدرسه المغذي بتقول ايه، بنفس المكونات ممكن نهرب بقى من الحاجات اللي بتؤدي للسمنه وفيها كوليسترول زياده وفيها دهون زياده، زي صفار البيض، زي الزبده بلاشها، زي الحليب معانا يكون قليل الدسامه مش كامل الدسم، وهكذا شويه حاجات كده وتفاصيل نتكلم عنها. هناخد الكاسرولة الحلوة دي كده ونظبط الفرن بتاعنا ومستويات الفرن بتاعنا وندخلها الفرن. مكانها فين يا عم الشيف؟ مكانها هنا اهو. حلو قوي، صينية فيها خبرة طهوية، فيها ابتكار طهوي اهو، زي ما هي كده مطلوب من الفرن هنا، كل الحاجات دي كلها تتحد مع بعضيها وتاخد وش برونزي لطيف وجميل زي الفل. ايه الحلاوة دي؟ والصورة من قلب الفرن تعني مليون كلمة وتسبق الحديث. خلينا ناخد بعدينا ونطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل معايا شوية شعرية وأنا بعشق الشعرية، وإحنا بنحط عليها الشوربة أو المية بعد التحمير بتخش كده بتعمل حالة تانية. هنعمل شعرية بالجزر مع المكسرات، وما تنسوش الآيس كريم بالكريز، حلو قوي هيعجبكم على فكرة، ومدرسة المغازي في عمل الآيس كريم عالمية. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لأكلة لطيفة وجميلة، الشعرية بنحيرها ما بين شعرية بالسكر، شعرية بالحليب، شعرية باللحمة المفرومة، طاجن شعرية بالسجق، ولكن شعرية بالجزر مع شوية مكسرات. هل الطبق ده يروح في سكة الحلويات ولا في سكة الحوادق؟ تعالوا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. شعرية بالجزر
والجزر مفيد، غني فيتامين سي، مفيد للشبكة العين، مفيد للقرنية، في فوائد كتيرة، الألياف بتاعته، مشاكل الإمساك، شعرية لطيفة. وعانا جزر بتقطع مكعبات، معانا زبيب، معانا فول سوداني، لا يعني ما لا فول لا لوز ولا فستق ولا صنوبر، ومعانا مكعبين من الزبدة وبصلة ناعمة وفص توم. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقة بسيطة وسهلة. شعرية بالجزر، أول حاجة بحط معلقتين من الزيت، حلو أوي، ومعانا شوية زبدة، الله عليك وعلى والديك. معانا الشعرية هنحمرها. مدرسة المغازي بتقول لتحمير الشعرية سريعا إضافة الزبدة في حالة التحمير، رقم واحد. رقم اتنين، إضافة قليل من الملح أو الملح المطلوب للأكلة. ليه يا عم الشيف؟ حتى احمرار الشعرية كلها بمستوى واحد، ما تبقاش واحدة واحدة فاتحة وواحدة غامقة، واحدة محروقة وواحدة مش محروقة. أهو ليه يا عم الملح؟ بيعمل عملية توازن في التحمير. حلو الكلام؟ زي الفل. أهو ده الملح معانا، وأعتقد هو ده الملح المطلوب للأكلة. خلاص خليكي فاكرة بس إنك أنت حاطة ملح، محدش يخليكي تنسي، يجيلك تليفون تتكلمي مع حد في التليفون تكرري الملح تاني بعد ما تحط الميه او اي حاجه مش هتكليها. الله. الجزر متقطع مكعبات عندي. على الشعريه ما تتحمر مطلوب مننا نعمل ايس كريم. هل الكريز هنا يتحط ني مع الايس كريم؟ تعالوا نشوف مع بعض هنعمله ازاي. نشوف مقادير الايس كريم بالكريز او بالكرز الاحمر. مقادير على الشاشه، مقادير موجوده. كريز، كريم شانتي، كريم شانتي، بسكويت بالشوكولاته، حلو، ومعانا حليب مركز في المقادير. وتعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. مقادير الايس كريم معانا يا شباب، حلو. مقادير الايس كريم معانا، نولا، يلا مع بعض. كريز أو كرز، معانا كريم شانتيه، معانا حليب مركز، حلو، شوية فانيليا. دي المقادير البسيطة السهلة لا تتعدى أصابع اليد الخمسة. معانا بسكويت بالشوكولاتة وبسكويت عادي حسب الرغبة. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض إزاي. أول حاجة باخد الكريز الأحمر ده كده وبحطه على النار، حلو أوي بجد يا شيف. عشان أخد اللون الأحمر بتاعه وجمال اللون بتاعه، ونشوف هناخده ازاي مع بعض. اول حاجه بحط معلقتين، هو ده سؤال حلو قوي جميل جدا، في الفريزر، لان الكريزم اللي في الجو الحر ده لو قعد بره شويه ريحته بتتغير، فاحنا عمليه التبريد مهمه جدا. ده السكر معانا، بنحط على السكر ده عصره ليمون. هنعمل الخلطة بقى بتاعت الايس كريم. وادي الكريز معانا، نشيل طبعا الحاجات دي كده. يعني عندك الفواكه زي المشمش، زي الكريز، زي الخوخ، ده ما يتسابش بره في الجو الحار ده. بالشكل ده كده، طبعا تشيل منه النوايا الصغيرة، ده اساسي، ده متشال منه النوايا زي الفل. بناخد زي ما هو كده مع السكر بتاعنا اللي بالكارميل ده كده، اهو نقلب الشعريه واحنا واقفين. اتعلمي تقف على البوتاجاز تعملي اكتر من حاجه، اهو وانا بحمر الشعريه، اهو تاخد لون حلو قوي كله كده وانا شغال على النار. لاحظت الولاده للكراميل بتاع السكر. نحط بصلايه ناعمه كده للشعريه تديني طعم، نحط فص توم حلو ونقلب. حلو قوي تحمير البصله مع التومه والشعريه، دي مدرسه. انا بعمل شعريه بالجزر حادق، هي ممكن تتعمل حلو يا شيف، في حاله لما نعملها حلو بنبشر الجزر على الشعريه ونحط لها شويه حليب وشويه ميه ونغليها على النار، نقدمها، نقدم معاها الحليب بالسكر او سكر بودر عادي لو احنا عايزين نعملها حلو. انما بعملها دلوقتي حادق، فحطيت بصله وحطيت تومه
تحمر الشعريه وانا شغال كده، تاخد لون مع البصلايه والتومه. اه الجزر عندي نص سوا عشان برضو نعرف الافتكاسه شغاله ازاي. الجزر اللي معايا ده سلقته هو سليم، بعد كده بقطعه كريهات صغيره ومكعبات صغيره وبحطه، لان هو بياخد وقت كبير في السوا، فانا مش عايز الشعريه تقعد كتير على النار تنشف معايا، فبسويه نص سوا وبخليه على جنب متقطع وجاهز. نشوف الكراميل اخباره ايه. نبص على الكراميل بقى، اه بنحط على الكراميل ده شويه عصير ليمون قبل الكريز. ايه الصوره الحلوه دي، ايه الجمال ده، شيل دي من هنا. حلو الكلام. اه ادي السكر، ادي قصدي عصير الليمون. واسيب السكر او الكراميل يدوب مع عصير الليمون. اه شفت الجو ده كده. اه وانزل بالكريز بتاعنا. اه الله، ونسيبهم على النار كده، نار هاديه. هتلاقي ده استوى دلوقتي ويديك اللون الحلو، لون دم الغزال. يا دم الغزال. اه لسه زي الفل، خليها على النار. لا ما هي لا هتنزل دلوقتي. والله انت مخرج شاطر جدا، بحبك. مخرجنا بيقول لي ايه اخواننا في الجبيز، بيقول لي ابعد بالكاميرا ولا خليها انت امان. شوفوا المصداقيه وشوفوا الامانه اللي وصلنا لها على الشاشه بجد. وبقى راجل بتاعي بقى وسندي وظهري وعينيا. ليه؟ لان في كراميل طالع. ده الكراميل ده الكريز هيبدا ينزل او السواد بدا اهو. اول ما بتحط على عامل زي الطماطم الشيري كده، تنزل ميتها زي العنب. اه انا بتكلم والله المشاهد يهمه. اه شوف المقادير ماشي اهو. حاضر اهو 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 هو ده انا. اه ونقلب. انا عايز بس اخش جوه التفاصيل بتاعه الاكله دي، خلي بالك. اه عشان اتكلمت على نقطه مهمه جدا. ممكن ست البيت بتعمل دلوقتي وقت الكراميل الكرمل او كلكع في قلب المضرب، تهرب من المطبخ تقول لك الشيف المغازي بيشتغل غلط. الكريز الاحمر الحلو ده هينزل سوائل دلوقتي، السوائل دي والميه بتاعت ديت هتدوب مع الكراميل، تدوب دوب. اه شفت الاكله دي خلاص، كمان دي خلصت. ننزل التوابل بتاعتنا زي الفل. اه عيني. حاضر حاضر حبيب هارتي من جوه. بص بص على الحلاوه، بص اهو. اه اه شفت هيبدا يدي. اه بص شفت حمار. اه هو ده بدا الحمار ينزل ازاي في ارض الكسر. اه شفت الجو ده، هو ده. اديني هسه مش هتلاقي خالص مكان او هتلاقي اثار للكراميل. اه اه شفت الحلاوه. اه اه هبدا بقى اخد ده كده واخلطه على الكريم شانتيه، ويبقى انا عملت الايس كريم بتاعي. اه بالكريز ده احمر. اه شفت بهرسه كده. اه اه يعني بعد شويه وريني الكراميل فين. اه بص بدا يسيء. هو ده شفت الشقاوه بقى، هي دي الخبره الطويله. اه 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 ما ينفعش احط ميه. اه اه واسيبه على النار. اه شفت الحلاوه دي كده، اهو كاني بعمله مربى. اه بسيبه على النار. شفت الحلاوه دي وشفت الجمال ده كده، بحط شويه فانيليا، ذره فانيليا في قلبيه. الفانيليا طبعا مهمه جدا بتديني طعم. اه في قلبيها كده. حلو خلاص، نخش بقى ننزل بالميه هنا. حلو قوي توابلنا، اللهم صل على النبي. توابلنا للشعريه شويه فلفل اسود، شويه كركم. نعم لا انا مش ناسي، انا اسرح ده كلام راجل. اوعى قال لي هتحط ملح، تكون نسيت، تكون الكريز الاحمر خلاك تنسى. مخرج بقى مركز معايا قوي. شويه زعتر حلوين. ايه يا عينيا، والله انت بنت حلال. انا عايزك تجيب الكريز بالله. شفت 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 اللون والجمال ده، ده 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 ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. ده يتعمل ايس كريم. اه الفرن اخباره ايه؟ الله عليك يا استاذ ريحان، ايه فريق العمل الجميل ده. الشيف مش بيشتغل لوحده، انا اقل مجهودا في العمل ده بالامانه والله. شوف الكريز الحلو، شوف الكريز، شوف الحلاوه. اه هتجيب الفرن ولا تجيب البوتاجاز ولا تجيب الكريز الاحمر ولا تجيب الشعريه؟ اه اه الله خلصت الشعريه. ايه 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 الحلاوه دي، ايه الجمال ده. عايزك تتعلمي تقفي على الثلاث حاجات وانت واقفه في المطبخ في وقت واحد. اه الشعريه دلوقتي عطشانه، واقول لك عطشان يا اسمراني اسقيني ايه، محبه ميه مغليه بالتاكيد معانا. ايه ايه اه العيار هنشوف مع بعض. اه 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 ايه الحلاوه، زلزال زلزال. اه اه هو ده بس خلاص، خلصت الشعريه. نغطيها، غطيها. الله تاكل صوابع كره، تاكل الجزر ولا الشعريه ولا الحب. اه عندنا شويه زبيب، شويه فول سوداني، هنحمرهم ونحطهم على وش الايه الشعريه في التقديمه يعني، وده اختياري برضو. تعالوا نشوف الفرن، انت ابن حلال، انت بنت حلال، تعالوا نطلعها من الفرن. يلا بينا.
بص لي عليها كده بالله عليك، شوف الحلاوه وشوف الجمال. خلينا يعني ايه، بص انا عايزه دقيقه واحده كمان تاخد، بس في حته كده في الجنب على اليمين تاخد لون عشان تبقى كلها لون واحد. حلو، شيل كل حاجه من هنا بقى عشان نوسع للايس كريم. ايوه حبيبي حبيبي حبيبي، الله الله، هو ده. بص على الحلاوه بالله عليك، فين الكراميل اللي انت كنت خايف تجيبه؟ مش خايف يعني، مراعي مشاعري، انت برنس والله. فين فين بالله عليك، ديب دوب، هو ده. اه 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 الله 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 الله. اه شفت السائل ده كده هيزع كريم شانتيه دلوقتي؟ ايه اعمل ايه انا بقى، تركيه وهي مش مكتوبه في الـ في الـ في المقرر يعني، بره النص خلي بالك. ايه يا بقى، شويه زبيب، زبيب يا شيف. ده العنب البناتي. دي مش موجوده يا استاذ رحاب، اكتبيها. وده برضه اختيار، لقيت الزبيب في طريقه حطيت شويه. يا سلام لما اكل، يا سلام لما اكل ايس كريم والاقي حبايه زبيب حلوه كده تحت اسناني وانا باكل. شفت، تنزل مع الكريزه الحلو ده، هو ده. هناخد ده زي ما هو كده، خلي بالك المعلقه واي حاجه زي اللون هتلاقي كل المطبخ عندك كريز احمر. ده لون طبيعي بقى، لون دم الغزال طبيعي. نعمل ايس كريم مع بعض. كريم شانتيه، حليب مركز، بسكويت بالشوكولا، وعندنا الخلاط بتاعنا اللي هنشتغل فيه، وعندنا كاسات بتاعتنا. الله، وعلمتك ازاي تعملي ايس كريم بالكريز. خلي بالك انا حاطط عصره ليمون في الاول خالص عشان المزازه بتاعت الكريز وتعرضه للسكر الكراميل، بعمل عمليه توازن بين السكريات والحوامض. زي الفل يا عم الشيف. هنسيبه يبرد شويه للامانه، عينيا وانا مخلص ما تقلقوش، هنسيب ده يبرد شويه. ممكن نعمل حاجه حلوه، نعمل ايه؟ نكسر عليه البسكويت بالشوكولاته. انت كده عرفت انا هعمل ايه؟ هنكسر عليه البسكويت بالشوكولاته عشان وقتنا قرب يخلص، وهنا الناس الطيبة دي ما بترحمنيش في الوقت، وقتك خلص ما نعرفكش، قبل الوقت ما يخلص احنا ايه حلوين زي الفل زي الشربات. حلو الكلام. هعمل ايه يا عم الشيف؟ اكسر البسكويت ده كده. ده هيتقلب على الكريم شانتيه ويتحط في التبريد. الله، كفاية بسكويت، كفاية بسكويت، ونقلبه. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف. وننزل بيه فين يا عم الشيف؟ بص على الحلاوه بقى، بص على الشقاوه، شويه حليب مركز زي الفل، وننزل بيه هنا على الكريم شانتيه. بص على الحلاوه، بص على اللي بالله عليك، بص على الشقاوه. ايه ده، ايه الجمال ده؟ هو ده هو ده، ده هيرجع تاني الديب فريزر. الله، ونقلب التقليبة دي كده بسرعة. شفت الحلاوة؟ ده الآيس كريم. الله، في طعم الفانيليا، كريز الأحمر الحلو، شوية الزبيب دول معرفش جم على بخاطر ازاي. لا خالص يا فندم. مش محتاج ده، بالألوان دي بالعكس. ممكن نحطه في الكاسات على طول زي ما انتوا حابين. في الكاسات والله، بس خليك عارفة انت في البيت احسن مني، معكيش لا مخرج ولا حد هيقول لك الوقت بتاعك. حطهم في الديب فريزر لمده نص ساعه زمن، تبريد عالي. ايس كريم. ده المفروض يخش الديب فريزر شويه. طب ده يتاكل كده دلوقتي؟ يتاكل على مسؤوليتي. اقول لكم على حاجه حلوه بالامانه، بس دي اللي بيشوفوني بس دلوقتي، في صودا، معلقه من دي في قلب كاسه وافتحها عليها ازازه صودا، انتوا عارفين الصودا، وبالف هنا وشفا مش هكمل الباقي. تاني، معلقه من دي في كاسه في كوبايه يعني، وعندك ازازه صودا بيضه حطها عليها، وبالشاليمو وقلب الصغير لا يتحمل. ده ايس كريم، الشعرية نغرفها دلوقتي يا فندم، طلع دلوقتي البطاطس، كل حاجة هتطلع دلوقتي حالا ما تقلقش، المال الحلال ربك بيبارك فيه. انت بس خش المطبخ بحب يا ست الكل، يا امي يا ست الحبايب،
يا طيبه انت، كل حاجه تطلع معاك حلوه. نيتك تعملي حاجه حلوه هتطلع الحاجه حلوه. اخد الكريز ده كده احطه على الوش. الله، عينيه دلعك. بهدي لك واحده بعد ما نخلص من دي. ايه الحلاوه دي؟ بسكوته بسكوته بسكوته. يلا خلصنا، شيل ده نغرف بقى الباقي معانا. حاضر، اهي اهي اهي، هو ده اللون اللي انا عايزه. مرزه، خليها هنا مكانها زي هنا. اهي تطلع هنا تحط هنا الف هنا وشفها. اهي بالله عليك الصوره الحلوه دي ما تفوتكش غير لما تغزلها وتدلعها من غير اضافه اي جبن. اهو بص على الحلاوه دي بقى، بص على الجمال ده كده ودلعني. اهو شيل كل حاجه من هنا عشان عندي شويه شعريه جامدين جدا. دول شويه بقدونس حلوين او ريحان مفروم عادي زي ما انت عايزه، اختياري برضو. تعالوا نغرف الشعريه مع بعض الحلوه دي. معانا سفينه هنملاها شعريه دلوقتي. الله، اهي مكانها هنا. حلو قوي. بسم الله الرحمن. ايه الاخبار؟ بص على الحلاوه دي كمان، هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله عليك تجيب هنا، ايه الحلاوه دي؟ اهو بص بص بص، شوف الشقاوه دي كده. انا مش هعمل غير لما تجيلي. اهو هعمل زي استاذ عادل امام، مش هكمل المسرحيه غير لما ايه؟ اهو طيب، هو ده هو ده هو ده هو ده. الله 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 على الحلاوه. اهو ايه الجمال ده؟ اهو يلا نغرفها مع بعض. اهو عينيا، انا معايا شويه مكسرات بس انتوا عرفتوا ان احنا هنحط مكسرات. هناخد الشعريه بتاعتنا الحلوه اهي اهي. والله انا لو اعملها مش هاخد عليها مكسرات خالص بصراحه. مكسرات ممكن تاذي اسناني. اه مع ان اقول لك على حاجه حلوه، لو بتحط مكسرات فول سوداني مثلا نعيف شويه ميه قبل ما تحمريه. ممكن نحط شويه زبيب، انت بنت حلال. اه 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 السكريات بتاعه الجزر غير سكريات الزبيب. اه سبحان الله. اه الف هنا وشفا، شويه الزبيب. يلا تفاصيل صغيره، دايما الشيف المغازي يبهرنا ويبدعنا ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الكلام ده بنشوفه كل مع شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.